هي الشتاء تاع المتوسط تنطلق يوم الاثنين 7 سبتمبر الى غايه 9. عدد المراكز هذه السنه 100 مركز من بينها مركزين لاعاده الصويه. بالنسبه لمراكز الاحرار كاين مركز احرار فقط يتم فيه 3 مناشيق وفيه 622 مترشح. عدد الاجمالي للمترشحين في الشهاده التعليم المتوسط 27128 يؤطرهم 7869 مؤطر. بذلك اما بالنسبه لشهاده التعليم ابشره البكالوريا المترشحين في مختلف الشعوب هي 22356 يؤطرهم 6944 تلاميذ جدد. هذه السنة في التعليم الابتدائي التلاميذ الجدد عندنا 43973 الأفواج 1439 والمجموع الكلي للتلاميذ 483144.